السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشوف مثال على الشغل على برنامج اوتوديسك فزاري. ميزة الشغل على برنامج الفزاري هو ان انت بتشتغل على ملف الريفت اوتوماتيك، يعني هو بيفتح ملف ال RVT، ما تضطرش تحوله لحاجة خالص، لا مجرد عندك ملف RVT وتشتغل عليه او RFA. يعني حتى بص الواجهة، نبدأ من الاول خالص، الواجهة اهي المشاريع وفاميلي، وبيفتح هو ال RFA RVT، فبتكمل الشغل على بعض كأنك بتفتح مثلا ريفت تاني او ريفت على جهاز تاني، فتقدر تشتغل هنا وبعد كده تكمل شغل هناك. طيب خلينا نبدأ مشروع جديد. تمام، هقول له انا دلوقتي ده الواجهة بتاعت الشغل بتاعتي. تمام، لو انت اشتغلت على الكونشوال ماس هتلاقي ان هي نفس الواجهه ما فيهاش اي اختلاف. هقول له دلوقتي اعمل لي كرييت ماس، وابدا ارسم اي شكل بالشكل ده مثلا اهوت، واقول له كرييت فور اهو، وبعد كده هقول له فينيش ماس. بسيطه جدا. تمام، ده الشكل اللي انا هبدا اعمل اناليسيس عليه. باجي اول حاجه انيبل الانرجي موديل، واقول له انا دلوقتي عايز احدد اللوكيشن بتاعي، الشغل ده موجود فين، فابتدي بقى تحدد مثلا موجود في ايجيبت مثلا. هو بيقعد يدور على ايجيبت على اساس ان هو يدخل البيانات بتاعت المناخ، بتاعت الرياح، بتاعت درجة الحرارة، كل المعلومات ديت. وبعد كده هقول له run energy simulation، اعمل محاكاة للسيموليشن دوت، فبيقول لي اوكي. بقول له ده خليه مثلا project analysis 1، اوكي، واقول له continue. عمل دوت وهيبدأ يعمل simulation. تمام، في الخلفية العمليات بتتم الحسابات بتاعتها وكل حاجة. وانا ممكن اجي هنا اقول له result compare، فبيبدأ يجيب لي الحاجة اللي احنا لسه بنحسبها. ده موجود قبل كده، ده اللي لسه بتحسب. ماشي، انا هلغي اللي موجود قبل كده واخلي اللي لسه بتحسب عشان ما نغشش. في ناس بيقول لك هنعلمكم الطبخ ويجيب حله معموله قبل كده ويقول لك هو الاكل هو معمول. تمام، فلا احنا خليه هو يعمل الحساب بتاعته ويحسب براحته. تمام، واحنا هنبدا نشوف ايه الحاجه اللي احنا نعملها بعد كده. طيب ممكن اجي هنا مثلا اقول له انا عايز اعمل مثلا نعمل بعض التعديلات على الشكل، ممكن مثلا نغير فيه بالشكل ده. تمام، التغيير ده معناه ان انت بتغير الحسابات بتاعتك كل حاجه. تمام، اي تعديل بتعمله من الحاجات ديت هتغير الشغل بتاعك. ممكن تعمل روتيت، تعمل اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده اقول له ران انرجي سيموليشن، ده التاني رقم مثلا نسميه 2 مثلا. تمام، اخليه 22، اوكي، واقول له كونتينيو. كده هيعمل ايه؟ كده بيعمل هو سيموليشن وبيعمل الحسابات بتاعته في الباك جراوند، في الخلفيه بتاعتي يعني وانا شغال هو عمال يعمل حسابات. ريزولت كومبير، هو بيعمل الاثنين وبعد كده هيبدا يجيب لي الدرجات وانا ابدا اشوف. تمام، دي هتبقى هنا التقارير، ونبدأ احنا نقارن ونشوف انهي اختيار الافضل للشغل بتاعنا. ممكن تيجي في اي وقت وتشوف المعلومات بتاعت المبنى دوت. تمام، الحسابات بتاعتك، تعدل الحاجة اللي انت عايزها. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الانرجي سيتنج مثلا، هتقول له البيلدنج تايب بتاعي هيبقى مثلا متحف، احنا هنعمل متحف. الجراوند ليفل هو ليفل 1 ولا ليفل 2، ممكن يكون ليفل 1 ده هو البدروم مثلا او البيزمن. الاناليتيك سبيس ريزوليوشن، تبدا تشوف المدخلات اللي انت عايزها في قلب المشروع دوت. ماسك سيريور وول، هتحسب الكونستراكشن بتاعتها تبقى قد ايه، العزل بتاعها هل في عزل ولا مفيش عزل. تبدا تدخل البيانات اللي انت محتاجها، الماس اوبننج، بتبدأ تدخل البيانات وتقدر تكتب أي حاجة لو أنت عايز تعدل مفيش مشكلة. تقدر التارجت برسنتيج جلاسنج 40%،
البيلدينج اوبريشن سكادول، ممكن تقول مثلا ده اشتغل 7 ايام او 5 ايام او 6 ايام زي ما انت عايز. اتش فاك سيستم هتشتغل بأني نظام فيهم، لو الدور اير انفورميشن هتحسب بقى حسابات نفس الاعدادات دي تقريبا هي اللي موجوده في الريفت، تمام. هل هتحسب من خلال الاوت دور اير بير بيرسون ولا الاوت دور اير بير اريا، تمام. ممكن تدخل تعمل باتنين، تمام، الاير شينج بير هاور، فتبدا تشوف ايه الاعدادات اللي انت محتاجها على اساس تطلع الحاجه اللي انت عايزها، تمام. يعني هي مش كلها ثابته، لا انت بتشوف ايه المناسب للشغل بتاعك. اقول له دلوقتي كنسل، تمام. تعال بقى نشوف الاعدادات، هو جاب لي ان في واحد فيهم خلاص خلص والتاني قرب يخلص، تمام، يعني خلاص في الفرن هو هيطلع دلوقتي. Results and compare، ده انا جاب لي اسم المشروع والاعداد بتاعته والبرفورمانس فاكتور اهوت، الانوال كربون، الانوال انرجي، الانرجي يوز، المانثلي كولينج لود، المانثلي فيول، كل الحاجات اللي انت عايزها جابها لك، تمام. ودي هي الانوال ويند روز بتاعت الرياح، وردة الرياح، وبيقول لك الاتنين خلصانين. طيب يبقى ممكن احنا نعلم على الاتنين كده، تمام، بحيث ان هو يقارن بينهم ويجيب لي الاثنين قدام بعض، وتبدا انت تقرا القيم وتشوف اني الانسب ليك او اني التعديل البسيط اللي انا عملته ده اثر في ايه وايه الحاجه المناسبه ليك، تمام. ده مناسب جدا طبعا لو انت شغال في الليد او جي ساس او اي حاجه من الحاجات ديت، لما بتعمل التقارير بالشكل دوت ده بيديك فرصه ان انت تاخد الشهاده بسرعه. انما العادي لو انت ما عرفتش تطلع موديل كويس وتديهم للجهه اللي بتقيم المبنى، هيقول لك خلاص يبقى ادينا تقارير فعليه لمده 2 او 3 سنين حسب يعني القوطه، حسب الاختبار اللي انت عايزه. فيفضل جدا طبعا ان انت تعمل التحليل زي ما انت شايف.